كبير مع علي عباس الماتش وقف الملاعبيه اصحابكم يعيطوا يعني بشون اللي راس في راس ولا كونتاكت بيني انا وعلي عباس وصاحبي هو برشا وانا نحبه كونتاكت ديتونت في الهواء معناها انا ضربت الكوره ومن بعد ضربت له راسه هو مش بالعاني الزوز تضربنا ديجا يعني ماشي تو ان شاء الله اون برانسيب تطلب غرز ماشي الكلينيك وان شاء الله لاباس. اليو فيليستاسيون كابيتين دو ساد غابسيا سيتي ماتش ديليكا اجوردي. واي نورمال مي ميرسي دابور باسكو سي اون ا بوزوان لي 3 بوان دونك سي ان بو ديفيسيل مي ديو ميرسي اون ا بري لي 3 بوان. تلعب كونتر اون جروند ايكيب في الكاف اللي هي مازمبي تعبتنا برشا وعارفين رواحنا باش نتعبوا دوزيام ميتون عرفنا كيفاش نجريوا اللعبه عرفنا كيفاش نقفوا دوزيام ميتون ولينا نلعبوا تكتيكمون اكثر منه لاعب كوره الحمد لله يا ربي يظهر لي فيكتوار ميريتي كنا نجموا ماركي بريمير ميتون زوز بونتو الحمد لله توا عملنا 27 بوان ان شاء الله يظهر باش نخدموا مرتاحين اكثر وان شاء الله باش نرجعوا ملعب القابسي لمكانتها ان شاء الله. الحمد لله توا 3 بوان اللي جينا في ستاد وعارفين اللي مش كل ماتش ساهل سيرتو في افتران تاع ستاد دونك الحمد لله 3 بوان خذيناها وتوا باش نكونسونتريو اكثر على الماتش الكاف وان شاء الله ان شاء الله ربي معنا هذا مع 3 بوان خلتنا توا نبداو مرتاحين اكثر وباش نطلعوا للكلاسمون اللي احنا فيه. بينتي ناحيتها يضري في بالك حدث مصير ملعب تونسي؟ بون نرجع شويه للصدف مده 2011 2010 الاتحاد المنستيري زاد ركله جزاء في صفاقس حدد مصير من الاتحاد المنستيري اليوم تعاود السيناريو بيدو بون باش نكون واضحين انا من الناس اللي معجبه بالملعب التونسي فريق محترم جدا تاريخه يحكي عليه ان شاء الله ان شاء الله الملعب التونسي يتعدى الازمه هذيا وانا متاكد اللي عندها رجال ان شاء الله باش يرجعوا البقلاوه المكان الصحيح. ظل لي مازالوا 5 ماتشات خسرنا اليوم ما عادش يلزمنا نربحوا قفص اذا نحبوا بالحق نمنا يلزمنا نربحوا قفص انا بالنسبه لي ماتش قفصه ماتش معناتها باش يخلي الملعب التونسي وين وان شاء الله المكان نتاعو اللي هو الناسيونال نربحوا 5 ماتشات نمنعوا نربحوا 5 ماتشات نمنعوا باش تبدا بماتش قفص انا بالنسبه لي نربحوا قفصه نمنعوا ان شاء الله بالنسبه لي انا نربحوا قفصه نمنعوا تخير كان الانتصار في قفص اذا بالحق نحب نحطوا الامانه هذه في بلاصتها رانا نربحوا قفص بالنسبه لي انا ان شاء الله نشوف الوجوه بالواد كل بعد الماتش نتاع اليوم اللي حاطين في قلوبهم اللي ان شاء الله باش يجيبوا قفص وربي معنا ان شاء الله. البوبليك اللي باش يصبروا هذا اللي اليوم وجعته شنو تقول له؟ خسارة يوجع ببليك تبارك الله تشوف العباد اللي جات اليوم ومش كان اليوم يظل يدزوا معنا من الاول العام وانا بالنسبه لي عندي 4 سنين في الملعب التونسي تو تبارك الله ببليك فريمون نار تسمعوا يسب ولا نار يطيش دبوزه ولا نار يعمل حاجه معناتها عيب كي يخرجوا معناتها العباد تتباكى اليوم ان شاء الله يا ربي نمسحوا لهم دموعهم من القفصه ان شاء الله.